نعرف اكتر من الفريق الاول ونروح للزميل العزيز شريف شعبان علشان يطمننا على كل ما هو جديد في تدريبات النادي الاهلي. شريف برحب بيك. برحب بيك يا زميل عمر، تحياتي ليك وتحياتي لضيفك الكبير طبعا الناقد الرياضي الكبير استاذ الدويري ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا شريف، عايزين نعرف منك ونطمن من خلال وجودك في مقر النادي الاهلي في الجزيره على اخر الاخبار والاستعدادات للمعسكر ومباراه المقاولون العرب. خليني اقول لك ان التمرين النهارده كان في السادسه مساء، وكان بكره التمرين كان هيبقى 9 صباحا، ولكن تم تاجيل الميعاد الى الرابعه عصرا، ومن بعد هذا التمرين هيكون في السفر المبيت في برج العرب ليله مباراه المقاولون العرب، ومن بعده معسكر الكره الى مباراه الزمالك يوم الاحد المقبل. يمكن النهارده كان في محاضره لمستر لاسارتي وضغط الجهاز حوالي 10 دقائق مع اللاعبين، اتكلم فيها عن ما حدش خالص يتكلم عن مباريات الخصم او يتكلم عن مباراه القمه، التركيز فقط في مباراه المقاولون العرب، التركيز على الحصول على الثلاث نقاط في مباراه المقاولون العرب ومواجهه صعبه بكل المقاييس. المقاولون العرب هيلعب جيل وهو ما عندوش حاجه يبكي عليها، لازم احنا نستثمر الفرص وعندنا دوافع اكبر ان احنا نخلص الجيم وناخد الثلاث نقاط عشان نتوج بطوله الدوري. الدوري لسه ما انتهاش، الدوري لسه في الملعب، ما لهمش علاقه بكل اللي بيكتب على السوشيال ميديا وكل اللي بيتعمل الجماهير ان الدوري انتهى، الدوري لسه موجود في الملعب، لازم نركز، لازم نحصل على الثلاث نقاط علشان نهدر ناخد بطوله الدوري. يمكن كان المحاضره طويله جدا لمستر لاسارتي حوالي 10 دقائق، من بعدها كان في اطالات اللاعبين وكان ثلاث دوائر، وكان الراجل النهارده اشتغل تكتيك كتير النهارده وبالمجموعه اللي ممكن تتشارك في مباراه المقاولون العرب. المصلح لجماهير النادي الاهلي النهارده شارك في تمرين رمضان صبحي، نزل احمد الشيخ ايضا شارك، محمود وحيد شارك. يمكن الناس النهارده كانت بتتكلم ان في ايقافات كتيره للاعبي النادي الاهلي في مواجهه المقاولون العرب، الايقاف الوحيد هو ياسر ابراهيم، ولكن ايمن اشرف غير اللي كتب خالص، ايمن اشرف متواجد في هذه المباراه. يمكن خليني اقول لك الجديد ان اللعيبه منهم وبعضهم تعهدوا على فتح صفحه جديده مع الجماهير على الفوز في المباراه المقبله. اللعيبه اللي خارج المعسكر متفقين ما بينهم بعضهم ان هم يسافروا يوم مباراه المقاولون العرب علشان خاطر يبقوا مع زمايلهم في الملعب، عشان خاطر يحسوهم على الفوز. الروح مختلفه خالص، الروح جوه النادي الاهلي، اللعيب اللي خارج الصوره خالص بيحس زميله اللي هو حاسس من طبعا من التمارين اللي هو قريب اللي ممكن يلعب ممكن يبقى احتياطي، بيحسوا على تقديم اداء قوي، على تقديم اداء يبقى في الفوز. يمكن التاهيل مستمر للاعب محمد محمود، طبعا ما شاء الله ما تقدرش تتفرج عليه في مرحله التاهيل، لا واقف على رجليه يمسك الخشب، حاجه ما شاء الله بتدل على نجاح العمليه. يمكن على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان والحراس الشناوي وعلي لطفي وشوبير واحمد طارق تمرينه قويه جدا، ويمكن طبعا الشناوي بيتالق وبيظهر او بيعلن جاهزيته طبعا لمباراه المقاولون العرب. الجلسات ما زالت مستمره، يمكن مستر لاسارتي اجتمع النهارده فتره مع وليد سليمان، يمكن كان في اصابه النهارده العمار وخرج للاسف في اخر التمرين كده، هو عنده حاجه في انكل رجله ما قدرش يكمل التمرين، فالدكتور حط له بنج وربط له انكل رجله بس للاسف ما قدرش يقف على رجليه، فطبعا غادر التمرين وهتعمل له اشعه ويشوف عنده ايه. يمكن دي الاجواء داخل التمرين، زي ما قلت لك الكل متكاتف، الكل عنده امل باذن الله وفي عزيمه ان يكون يوم الاربعاء هو مباراه ترويج لصالح النادي الاهلي. زميل عمر اتفضل. طيب شريف، يمكن عايز اسالك على الحاله النفسيه للاعيب النادي الاهلي، انا شايف من خلال وجود كاميرات النادي الاهلي بشكل يومي ان اللعيبه يعني حتى في التعادل المنافس اللي انت اتكلمت فيه وقلت عليه ان حاله التركيز عاليه جدا جدا جدا، الحاله النفسيه للاعيب النادي الاهلي انا عايز اعرف من خلال وجودك ومن خلال قربك للعيبه، عايزك توصف لي وتنقل لي الحاله النفسيه للعيبه اللي هي هيكون ليها عامل ودور اكبر في مباراه يوم الاربعاء ان شاء الله. بص يا عمر، انا كنت حريص ان انا النهارده اروح بدري واقعد شويه مع اللاعبين واعرف شو بيفكروا ازاي بعد مباراه الامس. ما لهمش علاقه خالص، ما تفكروش خالص في المباراه، ما لهمش هدف واحد، مباراه المقاولون العرب، والكل بيحس نفسه على الفوز والظهور بشكل مشرف في مباراه المقاولون العرب، الكل بيحس نفسه انهم قدموا عرض قوي، عرض يخلصوا فيه الدوري، مركزين تركيز جدا، بقول لك الكل متكاتف، الكل اللعيبه كلها بتتكلم مع بعض، لازم نخلص يوم الاربعاء، لازم يوم الاربعاء من اول دقيقه نظهر بشكل قوي بشكل اللي احنا نخلص فيه الجيم في ال 90 دقيقه، ما نستناش لاي مطبات اخرى. الحاله المعنويه مرتفعه جدا، الكل مركز تركيز، ما حدش شاغل نفسه باي يعني حاجه خارجيه باي فرق منافسه، ما حدش مركز خالص مع اي حد غير مع نفسه، الفرقه كلها قافله على نفسيه، الفرقه كلها عاوز تقدم عرض
مشرف، عرض قوي. وانا بطمنك وبطمن جماهير النادي الاهلي باذن الله، باذن الله توفيق بس يكون موجود، وباذن الله يوم الاربعاء هتلاقي النادي الاهلي كبير. كنت معاهم في المعسكر في اسبانيا، شفت حاله اللي طبعا الحاله اللي ظهروا عليها لعيبه النادي الاهلي، كل ده مستثمرين الفتره الاخيره، وباذن الله يكلم مجهودهم ومجهود المعسكر طبعا يعني اللي كان ناجح جدا في اسبانيا، ويكون يعني نتائجه باذن الله مباراه المقاولين العرب والفوز فيها وتكويك بطوله الدوري المحبوبه لدى لعيبه النادي الاهلي وجماهيره العريقه. شريف، يمكن انا عايز اسالك اخر سؤال عن جمهور النادي الاهلي والاعضاء اللي موجودين داخل جدران النادي. واحد عاش وتربى جوه النادي الاهلي ودايما عارف ارتباط الجمهور والاعضاء بالحاله اللي عليها اللعيب، وانا يعني اعتقد وانا عايز اعرف منك ايضا حاله الاعضاء ايه، حاله الجمهور عامل ازاي، هل هم على نفس درجه الاستعداد اللي بيكونوا عليها اللعيبه ويعني بيستعدوا لمباراه يوم الاربعاء مركزين يعني مساندين الفريق بشكل قوي، ولا الحاله النفسيه ايضا والمعنويه لجمهور الاهلي والاعضاء داخل النادي عامله ازاي؟ بص، النهارده التمرين شغال، وامبارح واول امبارح التمرين شغاله، فيها اعضاء كتيره جدا بتحضر الجيم. تمام. التمرين اللاعب وهو خارج في اي مكان، الناس تصور معاهم الدوري، ماتش الدوري، ماتش يوم الاربعاء، الكل بيحس لعيبه النادي الاهلي على مباراه. حاجه رائعه جدا. الكل بيتكلم في مواجهه يوم الاربعاء، يمكن اللعيبه تتمنى، كانت بتتمنى مواجهه الاربعاء تكون النهارده مش يوم الاربعاء، يعني كل اللعيبه مستعجله عاوزه تلعب المباراه النهارده قبل بكره. بطمنك وباذن الله خير، بس احنا محتاجين التوفيق بس يكون معانا يوم الاربعاء، وباذن الله باذن الله باذن الله هيكون النادي الاهلي في الميعاد، وباذن الله النادي الاهلي يقدر يفوز على فريق مقاولين العرب المحترم، الفريق العنيد اللي بيضربوا ابن ابناء النادي الاهلي. والنهارده مستر لاسيركي حذرهم من خطوره المقاولين، ومن ان الجهاز الفني اهلاوي، ان الجهاز الفني هيلعب بكل قوه علشان يقدر يحرج النادي الاهلي، وحذرهم من خطوره المقاولين، ان نتفرج على المقاولين وهم فرقه قويه جدا وما عندهاش فعلا دوافع، ما عندهاش الضغط اللي ممكن يظهروا بيه قدام النادي الاهلي، الاهلي هيكون مضغوط، حذرهم من كل هذا، وباذن الله لعب النهارده عهده وتكاتفه ان يكون يوم الاربعاء الفوز وتتويج بطوله الدوري الممتاز. يعني يا شريف حمستني جدا، وانا عايز ان انا العب بصراحه مباراه يوم الاربعاء ده من كتر الحماس اللي موجود في المكالمه والاخبار والنقل اللي بتنقله لي وبتنقله لكل الساده المشاهدين، فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وبشكرك على كل اللي قلته، وان شاء الله مباراه الاربع تكون مباراه الثلاث نقاط ومباراه التتويج باذن الله تعالى. شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي.